ام كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب ايوه هنجرب مشروب سلندر مان الشرير. هتقول لي يعني ايه ام كامل؟ يعني النهارده يا شباب عندنا المشروب اللي انتوا شايفينه قدامكم على الشاشه ده مشروب سلندر مان الشباب، واي حد بيشربه بيتحول لسلندر مان. فتخيل عزيزي عزيزتي المشاهد ان انا كام كامل اللي هشرب مشروب النهارده سلندر مان، واحاول احافظ على نفسي شباب والقدرات الخارقه بتاعتي اللي ممكن تجيلي من المشروب ده. فقبل ابدا المقطع بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده. نعم، ايه ده اخوك؟ اخويا امشي. طب بص بيحبك بيموت فيك. امشي امشي هكا. والله مش عارف يعني في مش عارف والله بجد خرفان. بص بص على ازاي عايز ينتقم مني كده. بص اوكي يا شباب بنات، فقبل ما يبدا المقطع ما تنسوش انكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكروا الله لا اله الا الله. بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده ينزل دلوقتي يضغط لايك ويشترك وكده مش مشترك، وفعل زر التنبيهات. وقدامي ليك تحدي ال 10 ثواني، 10 ثواني تضغط فيهم لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتكتب كومنت وتم في الكومنتات. 10 ثواني لو عملتهم فيهم يعرف ان انت اسطوره. يلا 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1 شوف الخروج في الخروج. والله الخروف قاعد بيبص عليك يا ابني. الو خروف ولا استنى بيبص استنى. على مين؟ ولا باين على حقيقي. استنى انت حقيقي؟ انت لو حقيقي استنى محدش يضربه محدش يضربه. لو حقيقي بص لي، لو حقيقي بص لي وهنسيبك، لو حقيقي بص لي وهنسيبك. لو انت حقيقي وخروف حقيقي سحس اقتله 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 اقتلوه يا جدعان ده فضائي. اوكي يا شباب بنات، المفروض ان احنا دخلنا العالم ده او القريه دي، المفروض ان في العالم ده او القريه دي موجود محل او بيت مختلف. طبعا احنا هندور في الشيستات كلها اللي موجوده هنا على اي حاجه بتدلنا على المشروب اللي ليه علاقه بسلندر مان او اللي هو يا شباب اللي هو الكائن الطويل ده اوكي انا شفت حاجه غريبه دي، بس اخد الخوز اللي هنا والصادم. انت لو شربت هتبقى سلندر مان. استنى بس ايه اللي انا شفته؟ ولو رامي ايه ده؟ ها وات ايه المكان ده؟ هاي في بار بيتحرق، في بار. تعال 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 الناحيه الثانيه من القريه، تعال طف طف. اوكي ليه ليبرا ليبرا ده كل مره كده. الو ايه انت جيتوا انا عايزين بطاطس محل هناك جنب. بطاطس ايه؟ احنا عايزين المشروب الجديد بتاع سلندر مان. شو جديد رامي؟ رجع يا رامي. رجع 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 وريني كده. هو سلندر مان سلندر مان. او ماي جاد. لا 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 خلاص خلاص انا عايز اجرب. اسمع مدام ما حد يطلع عليه ولا حتى تبصور. اطلع برا اطلع برا. حاضر اهو اهو طلعنا برا. ايه ده؟ تعال يلا يلا موتوا. دول البقر بصنع منهم البوشن ده. تعال يلا. او ماي جاد، يعني انت بتصنع البوشينات اللي هي بتاعت الوحوش والاشرار ديت وبتعملها من الحيوانات؟ ايوه بجيب ذيل البقر. لا خد خد ده حيوان برضه، ده حيوان اللي اتحرق ده حيوان. يعني نصنع منه فار عملاق. ايوه ده فار عملاق، ده فار صغير ده اعمل منه فار عملاق. المهم دلوقتي يلا خلاص على العموم هناك هناك محل بطاطس لو عايزين. مش عايزين محل بطاطس، انا عايز. انت رايح فين؟ عايز ايه؟ عايز المشروب بتاع سلندر مان. مش هتعرف تاخده يا كامل. كامل انت فكر نفسك زي مشروب الكابل داك تبع ال. لا 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 بص والله ما مش هخلي حد على قد ما اقدر، مش هخلي حد يشربه غيري انا ولا سحس. خلاص سحس هتعمل كده تاني؟ لا لا والله العظيم كان بالغلط وكنت عايز اجربه. لقيت نفسي كده دخت وشكلي اتغير. وبص خالص كده اطلع بره اطلع بره اطلع بره اطلع بره، وانت كمان اطلع بره، وانت كمان اطلع بره. انت اطلع بره. اسمعني 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 رامي لما اخذ البوشن خلاه يعني كويس مش زيه. اسمعني لا 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 مش خلي حد فيهم ياخذ البوشن، انا بس اللي اشربه. ايوه اطلع بره. ثواني ثواني اطلع بره اطلع بره انت كمان بره. طيب اسمعني ايه لو عايز انت البوشن ده لازم 5 ايمرالد و10 دايموند و10 جولد. اوه ماي جاد. ليه عايز عايز طب طب كده انا هحتاج صحابي يساعدوني. شفت انا مش عايزه؟ شفت الشوق؟ بقول لك انا مش عايزه. لا ساس كسرت لهم محل. لا ساس يا ساس ساس حرام عليك. والله ما ليا دعوه رامي اللي كسرها. والله ما خلاص خلاص هات هات البيكاكس وهات بيكاكسين بقى عشان اخلي اصحابي يساعدوني، لان الصراحه الموضوع شكله صعب. هي اثنين وهي اثنين وهي اثنين. وسع وسع الاثنين بتوعي. وسع خد الاثنين دولت. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه شوف ده مسك واحد هنا واحد هنا. الو استنى شوف شكلك. لا 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 شوف كل واحد فينا ماشي بيكاكسين. تيجي خناقه
خناقات بكاكسات. خش خناقات بكاكسات. اوكي يا شباب بنات، قبل ما نبدا قبل ما نعمل اي حاجه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات، لان دلوقتي هندور على كيفنج اسطوري عشان لازم نجمع 5 ايميرالد و10 10 دايموند و10 جولد. يا شباب الموضوع صعب عن المره اللي فاتت، ولكن ان شاء الله يبقى سهل معانا المره دي. المفروض ان احنا ندور على اي مكان يكون عباره عن كاف او يكون حاجه كبيره، بحيث لما نيجي ندور فيه نلاقي فيه اغراض كتيره جدا وما نقعدش ندور في كل مكان. فبسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، حمله التدوير على ريفينا. تقول لي ليه مكمل ريفين؟ لان ريفينا شويه هلاقي فيه كميه ايمرالد كبيره، انما الشباب الكهوف العاديه وكده لازم ان احنا نكسر وننزل تحت جامد، وممكن نلاقي واحده وممكن ما نلاقيش اصلا. فدلوقتي الشباب هندور على ريفين يكون قريب من القريه هنا، ومفيش قريه غير لما بيكون جنبها ريفين. فانا دلوقتي انا وسحس والشباب هندور على اي ريفين هنا مهما كان حجمه، المهم يكون ريفين موجود لتحت ومشقوق من الارض، وعلى طول ننزل يا شباب. طبعا اكتركم هتقول لي مكمل يعني ايه اصلا الريفين ده؟ الريفين يا شباب بيبقى عباره عن مكان في الارض حصل فيه زلزال، وبعد ما بيحصل فيه زلزال الارض بتنشق، فده بيبقى اسمه ريفين. فبسم الله تعال نخش نشوف الشيست اللي فيه ايه. اوكي بيكاكس تاني. اوكي ايه لقيت ريفين؟ لقيت لي فين 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 فين؟ يس بص استنى، عارف المكان اللي كنا فيه؟ ايوه 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 عرفت 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 عرفت. شفت 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 شفت. تعال تعال انت فين؟ انت تحت. هي بص انا هنا شايف المكان على الناحيه بتاعته اللي ورا. لا انت فين يا ابني؟ لسه مشيت منها. انت مشيت من طب تعالى حاول ان انت برضو تجيلي. انا بص انا نزلت في ريفين اسطوري جدا هنا. بسم الله. او رامي اهو، لقيت رامي. ايوه رامي، بص يا رامي عايزك تجمع لي فحم وجمع لي ايرون وجمع لي اغراض تكون اسطوريه، بحيث ان هو لو طلب مننا حاجه تاني، وجمع كوبر كمان. الكوبر يا شباب اللي هو اللي هو الملون ده، عارفينه؟ اوكي اللي هو اللي هناك ده، جمع منه برضو. ايوه اللي هو ده يا شباب، جمع منه شويه حلوين عشان خاطر الشباب هنحتاجه جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نكسر الناحيه الثانيه كده، نبص في الريفين الاسطوري ده هل في دايموند، هل في جولد، هل في اي اغراض من اللي هو او ماي جاد. بلاني تعالى تعالى يا بلاني تعالى شوف تعالى. واو شوف إيه؟ اوعى اوعى حد يضربني اوعى. يا رب يكون دايموند. لا شوف ريفين قد ايه. ريفين في ريفين. او ايميرالد 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 ايميرالد. شوفوا كم حبايه. يلا بسم الله يا رب امينا حبايتين. اوكي واحد اوكي اوكي واحد، وعايز خمس حبات. كويس ان هو طلب خمس حبات شويه حلوين يعني. اوكي كده اتنين حبيتين ايميرالد. ايميرالد تاني فين؟ وكم طالب ايميرالد؟ خمسه خمسه. اوكي نط والله المره دي كتير مش عارف ليه. ايه اوكي خلي بالكم خلي بالكم، اكيد في في ايميرالد تاني باذن الله. اكيد اكيد اوكي دور في المكان كله كده على ايميرالد. ايميرالد يمين في جولد في جولد في جولد في جولد، احنا محتاجين الجولد طبعا. اوكي بسم الله اطلع كده يا ام كامل، حط البلوكه دي كده، حط البلوكتين دولت كده. يلا بسم الله يا شباب. طبعا هو 10 حبات جولد 10 حبات دايموند وخمسه ايميرالد يا شباب، فالموضوع ان شاء الله يبقى سهل جدا، لان حبيتين من حبات الايميرالد فده كويس جدا يا شباب، وبدايه مبشره في ان احنا نلاقي. اوكي كسر كسر ولا وقع يجي لنا. سو سوري سو سوري يا بلانت يعني. كسرت البلوكه اللي هو كان واقف عليها. معلش يا يلا سحس عايزك تجمع لي ايميرالد، هم ثلاث حبات بس يا سحس. عايزك تشمشم وتشغل حاسه الارقاده اللي عندك وخش ارقط كده البلوكات كلها وجمع لي كام حبايه من الايميرالد دول. اوكي تعال ننزل هنا. تعرف ان انا لما بقرأ ببقى اسرع من الكريتيف؟ بتبقى اسرع اسرع بك. والله انك اسطوره على فكره يا شباب، احنا معانا فار ودي احسن حاجه في الدنيا، يبقى عندك صاحب فار كده. يلا بسم الله تعال. او ماي شافت. اوكي تعال تعال سحس تعال تعال. ماين شافت ماين شافت ماين شافت ماين شافت. يا رب بقى يكون حاجه في بقى في الماين شافت ده، يا رب كده يطلع لي في الماين شافت ده شيستات، ويكون الشيستات فيها ايميرالد زي كل مره. تخيلوا الشيستات اللي كل مره بنلاقي فيها ايميرالد، المره دي ما نلاقيش فيها ايميرالد. والله انا هزعل جدا الصراحه، ويا رب يعني نلاقي ايميرالد. اوكي فين فين عايزين ماين شافت، يكون في دايموند مش ايميرالد. اوكي سبونر تعال نشيل السبونر ده. اوكي لازم اكسر دي، وانا مش معايا سيف مش معايا سيف عشان اكسر. اجري ام كامل لايت راسبن عليك سبايدر كده من المتوحشين دولت يقتلك. يلا اوكي شباب تعال نبص هنا. اوكي تمام اعمل كده هنا. ليتس جو دور على ماين كارت دور على ماين كارت. اوكي ماين كارت هنا ماين كارت هنا. هي فين الماين كارت؟ اوكي في مكان هنا تاني في مكان هنا اوكي سبايدر. السبايدر هو تقريبا هو اللي حاكم المكان هنا، او اللي هو يعني ماسك المكان كله هنا. فبسم الله الرحمن الرحيم اوكي خليني اطلع من هنا اطلع امكمل. اوكي طلعت الحمد لله. تعالوا بقى ندور على مكان كده يكون فيه امرد. اوكي احنا في طبق كام اصلا؟ اوكي اوه ده احنا في، هو انا طلعت من ريفين؟ اوكي احنا في طبق محمود. بقول لك ايه ايه أوكي. ما تسيب المايند شافت تيجي عندي كده.
اوكي دقيقة 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 بس نزلت على الطبقة ال 11 اهو. يلا بسم الله دلوقتي ان شاء الله هلاقي دايموند باذن الله. انا دلوقتي بصوا يا شباب انا هدور على الدايموند وعلى الجولد لو لقيته في السكة معايا، انما الايمرالد انا هسيبه على سحس، انا معايا حبيتين يا سحس، هات انت التالتة والرابعة والخامسة، هي تلات حبات. اوكي لان انت عارف ان هو هيبقى صعب عليا ان انا الاقي يا شباب ايمرالد، لان الايمرالد بيحتاج حاسة قوية جدا زي الارقادة انك تكسر بسرعة عشان تلاقيه اسرع. انا طبعا عندي حاسة شم، ممكن اشم وسحس يكسر بس الموضوع برضه هيبقى صعب، فهو لوحده هيكسر بسرعة. اوكي لقيت جولد ابو السحسيح. اوكي لقيت كام حبايه؟ اوكي 9 10، لقيت 10 حبايات جولد وكده خلصنا اول مهمه يا شباب. ناقص تاني مهمه وهي الدايموند والايمرالد يا شباب. تاني مهمه وتالت مهمه. لقيت ايمرالد، لقيت ايمرالد. الله عليك الله عليك، احنا محتاجين 3. لقيت 3 بس، 3 بس هما او 2 كده، فاضل لك 2. يلا بسم الله يا شباب تعالوا ندور كده على دايموند. عندي استراتيجيه حلوه قوي، بس لو كان معايا خشب كنت هعمل اللي هي تراب دور يا شباب، اللي هي تراب دور اللي هي بتفتح وتقفل زي الشباك دي، واحطها يا شباب واكسر بلوكه وامشي من تحت بلوك الواحده واكسر فوقيه تلات حبايات دايموند يا اسطوره. اسطوره شوف شوف فيها ايه، شوف فيها ايه، شوف فيها نمتاج. لا ما فيهاش اي حاجه من دي يا شباب. والله عليك يا رامي، والله يا رامي يا شباب اسطوره. ما تفكروش يا شباب ان رامي ما عندوش حاسه، عنده حاسه الاخرس يعني، هو اخرس بس بيعرف يسمع الايميرالد ويسمع الكلام ده كله يا شباب. فبسم الله احنا في الطبقه ال 11 زي ما انتم شايفين، ولحد دلوقتي ما لقيناش غير 3 حبات من الدايموند و10 11 حبايه من الجولد، واتوقع 4 من الايميرالد، 3 من الايميرالد. دلوقتي شباب ناقصنا باقي الدايموند والايميرالد يا شباب، ويلا بينا خلينا ندور. اوكي يا شباب انا زي ما انتم شايفين انا معايا الثلاث حبات الدايموند بتوعي والايميرالد وكل حاجه زي ما هي، بس الشباب بقى الله يبارك لهم زي الاخ رامي زي ما انتم شايفين بيرمي المال اللي احنا بقى لنا ساعتين بنجمع فيه. زيو 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 الله كل واحد فيهم لقى له حاجه اسطوريه زي ده مثلا. شوفوا يا اخي 10 حبات من الايميرالد وانا طالب 5 بس، انتوا متخيلين يا شباب كميه؟ والله تعب والله العظيم. انت يستاهل لايك واشتراك في القناه. تخيلوا بقى اما نشرب، تخيل بس اما نشرب دقيقتين. اسمع تخيل اما نشرب مشروب اللي هو بتاع سلندر مان، ايه اللي ممكن يحصل لك يا ساعه؟ تخيل ان انت بتقرقد وسريع وكمان عندك قدرات خارقه وطويل وتقدر تعمل كل حاجه. اوه ماي جاد يا شباب ربنا يستر. ايه الواد ده رايح فين؟ خد يا رامي. انا مش عارف رامي النهارده متحمس ليه، حاسس ان هو متحمس قوي كده مع ان ملوش لازمه الحماس بتاعه ده. انا اللي هشرب المشروب يعني مش هو. المهم انت جمعت 19 حبايه من الدايموند، كويس جدا. خد انت ليك انت اهوت ومعاك تاني كمان. لا 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 خد خد، انا عايز 10 بس، والجولد برضو عايز 10 بس. لا احنا نديله حاجه بالظبط مش زي المره اللي فاتت، والايمرالد 5 بس. لا يا سحس لا يا سحس، خد بقيه الموارد دي، خد بقيه الموارد، خد بقيه الموارد وخد دي، خد كام. بص احنا عايزين نروض حمار او حصان. ايوه هو هو هو. حد فيكم معاه تفاح؟ حد فيكم معاه تفاح؟ معايا جولدن ابل. عايزين تفاح، عايزين تفاح. اوكي استنى المركب. معايا قش، معايا قش. اوكي استنى 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 ان شاء الله بس يرد. ايوه ايوه هي ما رضيش بيا انا تقريبا. اوعى حدش يركبه خير، انا الوحيد اللي هركبه لان انا اللي هشرب مشروب سلندر مان. عايز ابقى طويل كده يا شباب وعامل زي الفارس وبركب حصان كده، يبقى الموضوع حلو جدا. اوكي يا عم ايوه ايوه اوكي ليتس جو. شوف حتى الحصان ده باين عليه ان الشكل بتاعه تحس ان هو باين على سلندر مان من الابيض والاسود اللي في رجليه، فحلو جدا يا شباب ان احنا بقى معانا حصان دلوقتي. تعمل ايه يا مالك ومال حصانينو؟ حصانينو تف عليه؟ لا ولا انزل على الحصان بتاعي. لا شباب انزل على الحصان. بص 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 تعالى تعالى كده نشوف نطيته عليه، نشوف نطيته عليه ولا لا. استنى اوبا اوكي. لا 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 مش حلوه. اوكي استنى 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 نشوفها من هنا، استنى نشوفها من هنا. يلا 3 2 1 اوبا. الله عليك الله عليك. لا لو قدرت انط من هنا على بلوكة الستون اللي قدامي ديت هبقى انا والحصان ده ملوك الباركور. يلا اوبا. والله العظيم ايه وريني الحصان اللي معاك كده يا بلاني. بلاني تنزل ثانية. لا مش قوي. استنى ايه ده؟ واو استنى نط هنا سريع. او ماي جاد النطة الصغيرة بتاعته قد الحصان بتاعي. اوكي استنى استنى اجرب انط بيه من المكان دوت على المكان التاني. اوكي استنى نط هنا. اوكي استنى شوف ينط كام. بينط 4 بلوكات. وات استنى اقف هنا 3 2 1 ما لا لا تاني 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 المره دي تظبط، المره دي تظبط. يلا اطلع يا مكمل، اطلع يا الحصان. يلا 3 2 اتوقع انا ما اقدرش ان انا انط من على ستيرز وكده يا شباب، يعني اكيد هيتكعبل يعني. لو ما فيش ستيرز اقدر ان انا انط، لكن في ستيرز يا شباب فالحصان رجليه بتتزحلق وما بيقدرش ان هو ينط. بصوا مثلا كمثال لو حطينا دي كده تمام. تعالى سحس تعالى سحس تعالى تعالى سحس
تعال 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 انا تعال انا عايز اجرب عايز اجرب المره دي. استنى 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 استنى, استنى, استنى. واسع انزل انزل واسع. شوفوا يا شباب شوفوا كده تظبط ولا لا. 3 2 اوكي يا شباب انا تنسيبنا المهمه اللي احنا كنا فيها وبدانا ان احنا نلعب جميل. ايه يا عم ما جاتني شكاوى من المدينه ان انتوا عمالين تخربوا. جات لك شكاوى من المدينه ان احنا بنخ ايوه اصحابك. خليك ثانيه اتكلم بلاند اتكلم بلاند ثانيه اتكلم بلاند اتكلم بلاند يا شباب. الشباب قالوا شكاوى ان احنا بنخرب الكره. انزل انزل يا غبي انزل يا غبي قالوا شكوى انزل. روح عليك البوش تعالى. لا لا جاي جاي ثواني بس شيل ال اجري امكان. يلا جاي لك اهو جاي لك اهو. الابره احنا ما عملناش حاجه في القريه. تعالى شوف حتى ما فيش اي حاجه. والحاجه اللي احنا عملناها غلط نظفناها. خلي خلي اسمعني اسمعني اسمعني. انا سويت سحس من هنا شويه. سحس سحس ابعد سحس. سويت له سحس جوه فاح حطيت له بوشن مزيف فاهم. خليه يدخل يتفجر في المكان عشان لو حد خده يعني يتفجر في المكان. لو خد البوشن ده يتفجر في المكان. لا لا انا هو اول ما اخذ اروح اقول له ياخذ البوشن. يا سحس روح خذ البوشن. نعم اني بوشن اول ما اخذ خذ البوشن. خذ جوه هناك عندك بوشن. خذ خذ ايوه خش جوه هات هات خذ خذ مر مر شو خدت لوحده هناك؟ المشكلة يا شباب ان البيت كله المحل كله اتفجر. الى شو ده مات من الخوف كده تبول على نفسه ومات من الخوف. انا متاكد 100% ان ده حصل. مات من الخوف يا شباب. شوفوا اللي حصل يا عيني. تمام كمل. ايه انا عايز البوشن دايموند. فين فين الحاجات؟ انا عايز البوشن. اوكي اوكي بس هعطيني الدايموند والامرالد. صح صح اوكي اوكي خلاص ادي لك كل حاجه. خد خد اتفضل. دايموند امرالد جولد. اوكي طيب اسمعني انا كده عايز البوشن. ايوه سلندر مان سلندر مان. شوف يا رامي رامي تعال شوف شوف هو هو يا شباب. شوف يا رامي شوف هو هو البوشن هو هو. شوف الله عليك اخيرا يا شباب خدنا بوشن انت شفت البوشن. او ماي جاد لا ليبرا يا غبي شرب البوشن واختفى. مين بلانيت دي احسن نور دي احسن نور. لا يا حسن في الحصان في الحصان. يا شباب ايه اللي حصل ده؟ والله العظيم ما كان اكون قصدي ان انا اوريهوله. لا مش كل مره كده ما اشربش بوشن. انا مش فاهم. انا رامي اجتمع فيه رامي اول ما عرف انه هيصير بطل خارق شرب. هو فين طيب رامي؟ فين رامي؟ خلاص اختفى مش هيرجع. الجو ليل. وات ايه اللي بيحصل؟ ايه في الو استنى لا 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 استنى ادخل الكراوين استنى ادخل الكراوين بسرعه استنى 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 تعمل مقلب صح؟ والله ما بعمل مقلب. بقول لك اديته البوشن خشه بسرعه خلصه. جامد. اوه ماي جاد لا 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 اوه ماي جاد لا اوه ماي جاد سلاش تي بي ليبرا. مفيش حد معانا في السيرفر تاني. الو الو وقتني بضربه. انا دم قلب دم قلب بس انا اجي لك تاني يا ليبرا. او ماي جاد ايش البنات كمان مش واو بضربه واحده بيقتلني. او ماي جاد استنى اعمل سلاش سبان بوينت. شباب هنعمل ايه في الورطه دي؟ بدون ضرب بدون ضرب بلانت. احنا احنا اصحابك بدون ضرب بدون ضرب بدون ضرب بدون ضرب. احنا اصحابك احنا اخواتك. تعال تعال هنا بص 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 هنا في ايه بص بص هنا في ايه. لا لا هنا هنا ايوه لا هنا اهو هنا اهو مفيش حاجة. ايوه ايوه ما ماتش شباب ما ماتش ماي جاد ما ماتش. رميته من اعلى مكان في ماين كرافت وما ماتش. البس الاغراض يا ام كامل البس الاغراض البس الاغراض. وي ار ديد احنا متنا. اوكي يا شباب انا لازم اهرب دلوقتي. مش هينفع ان انا ارجع صاحبي دلوقتي فشكله هيبقى في جزء تاني للمقطع ده. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو عايزين الجزء التاني. اجري اجري يا ليبرا ما توقفش اجري يا ليبرا. بس اشوفكم مقاطع جايه على خير الله وسلام. سلام يا شباب مع السلامه. ليه ليه في
مش مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون مش مليون